السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم غادي نشارك معكم هكا روتيني المسائي. اول حاجه غادي نصايب معكم واحد الكيكه كتجي سهله، يعني كيك يومي عادي، ماشي ما صعيبش، ساهل. غادي نحتاجوا في المقادير، عندي هنا كاس ديال الحليب، غادي نوريكم. عندي هنا كأس ديال الحليب بارد، كأس ديال السكر سنيدة، عندي هنا كأس إلا ربع ديال الزيت، واحد الياغورت بنكهة الفاني، أربعة ديال البيضات، ثلاثة ديال الخميرات حمر، أولا خميرة الحلوة، حنا ولفنا كنقولو لها خميرة حمرة ديال الحلوة. عندي هنا الدقيق، من بعد غادي نعبرو بالكأس وغادي نقولكم شحال دخلت. عندي هنا واحد المعلقة كبيرة ديال الكاكاو، غادي نزين بها، وواحد المعلقة ديال الخل، قبيصة هكا ديال الملحة، غادي نبدا بسم الله، واحد القبيصة ديال الملحة، غادي ندير هاد ربعة البيضات. غادي نزيد عليهم السكر، نحرك مزيان، نزيد هاد الكاس ديال الزيت، نضيف الحليب، نضيف الياغورت، دابا غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف الكأس الأول، غادي نضيف معاه الخميرة، ثلاثة ديال لي ساشي، غادي نضيف الكأس الثاني، كما كتشوفوا راه كنعمر الكيسان مزيان، كأس د العنبة هو باش عبرت،
غادي نزيد واحد نص كاس ديال الدقيق وغادي نشوف واش العجين هو هذاك. في الاخير غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل، معلقه كبيره هامره حتى كنسالي، غير كنضيف ديك المعلقه ديال الخل تعطي له واحد الهشاشه وكيجي من فوق مفشفش. صافي دابا غادي نديرو في المول وغادي نخلي واحد شي شويه ديال العجين، غادي ندير فيه داك الكاكاو باش نزين به. خويت العجين ديالي في المول وغادي نضيف هاد المعلقه ديال الكاكاو على هاد الشي شويه ديال العجين اللي خليت هنا في هاد سميتو باش نزين به. صافي كنخويه بحال هكا، بغيتو تحركوه بشي عود باش يجي رخامي، بغيتو تخليوه هكا خليوه، يعني ما كاين ما سهل من هاد الكيك، كلشي كيعرفو. صافي دابا غادي ندخلو الفران، حاجه ما تضيع البنات. كنغسل انا هاد الاناء فاش كنخدم الكيك كنغسلو عاد كندخل الكيك للفران وبقى فيه حتى شي حاجه. صافي دابا غادي ندخل الكيك ديالي كما قلت لكم، الا بغيتو تحركوه هذا هكا بشي عود كتحركوه، بغيتو تخليوه هكا راه كتخليوه. غادي ندخلو للفران من بعد ما تدوز عليه واحد نص ساعة، غادي نخرجو نوريكم كيفاش جا. هنا من بعد ما درت الكيك ديالي في الفران يطيب غادي نجي نكمل الكسكس. درت الكسكس ديالي كيطيب، ما نقدرش انا نقص نهار الجمعة وما نديرش الكسكس، نلفتو غادي نضيف عليه القرعه. الخضره هنا طابت، يعني طابت بقى لها غير واحد شي شويه، غادي نضيف عليها القرعه دغيا كطيب وغادي نغسل هاد المعينات. غادي نحيد لها شي حاجه هكا الا فيها، هي راه نقيه.
كما كتشوفوا قرب يوجد. غادي نضيف عليه هاد الكرا هكا اللي ما كتاخذش وقت طويل وهي كطيب. وغادي نزيد شويه ديال البلول نضيف شويه ديال الفول غادي نزيد صافي. وغادي نسد دابا عليه غادي نسد عليه نخليه يطيب. وغادي نجمع هاد لوغوم كما كتشوفوا راه مرون نصل هاد المعينات هادو. بعد ما تغديت البنات غديت الدراري وجمعت كلشي دابا غادي ندير واحد شويه ديال الملوي. عجنت العجينه من الصباح اللي كنت كندير في الكسكس. عجنت العجينه باش تطلق لي مزيان. غادي نقسمها دابا كويرات. ملي كترتاح كتولي مطاطيه البنات. عجنتها بالفورس وشويه ديال الفينو يعني كميه من الفورس ونصف الكميه من الفينو. غادي نبدا على بركه الله بسم الله. غادي نديرو شويه كبير هاد الملوي ندير 8 ديال الوحدات غادي نقادهم. بالنسبه للخلطه اللي كندير انا لهذا الملوي ندير فيه واحد فرشه ديال خميره الحلوه واحد المعلقه ديال الفورس وشويه ديال الزيت كنحركو مزيان. تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الفينو حتى هو كيجي مزيان. انا غادي نكتفي غير بالفورس. غادي نبدا بسم الله
نسرح العجينة هكا مزيان حتى كيبان لي سطح العمل باش كتجي مرقة. كندهن هكا بهذا الخليط ديال الدقيق و غير دهنة خفيفة متزعجش كتر وكنلوي. كنلويها على ثلاثة ديال المرات، كنلويها وحدة من هنا وحدة من هنا وعاد كنلويها عاوتاني. غادي ندير واحد الدينة خفيفة بعد هاد الخليط وغادي نعاود نلوي. ودابا غادي نخلي هاد سميتو هاد الملوي ديالي يرتاح هنا، يرتاح مزيان حتى نصايبو الاخرين حتى نكمل الكميه كلها. وانا كنخليه هكا طويل حتى كنكمل الكميه اللي شفتو معايا، عاد كنبدا من الاول باللولة وكنرويها وكنخليها عاوتاني ترتاح. دابا غادي نبدا نلوي. انا درت غير نص الكميه ديال باقي لي هنا واحد الربعة حيت ما عنديش لي سباس فين نحطهم. غادي نجمعهم وعاد غادي نكمل الاخرين. اما نتوما الا كان عندكم مساحه هكا فين تحطوا العجينه وتخليوها ترتاح، فمن الاحسن تخليوها ترتاح حتى تكملوا كلشي، عاد كتبداو باللولة اللي خدمتو كتلويوها. غادي ندهن دهنه خفيفه من هذا الخليط وغادي نبدا نرولي. كترولي وانتوما كتجبدوا وفي نفس الوقت كتبسطوا العجينه هكا باش كيعطي داك الفيلتاج فاش يطيب الملوي كيبان هكا ورقات. كتجبدو هكا مزيان، هذا هو الملوي ديال الشلوح البنات، الملوي الاصيل ديال الشلوح هكا كيكون لحقو وطريقو كيجي مورق. دابا غادي نبدا نطيبو كما كتشوفوا راه طلق راسو. غادي نبدا نطيبو المقله درتها كتسخن، thank you.
هذا هو الملوي ديال البنات كما كتشوفوا. والكيك من بعد ما كنخرجو من الفران، انا في الحقيقه بغيت نقطعو معكم ولكن هذه كوموند ما نقدرش نوري لكم كي داير من الداخل وحتى الملوي، فانا تمنيت نحلو قدامكم ونمشيو تشوفوا التوراق ديالو كي داير، ولكن هذه كوموند ما نقدرش حتى المره الجايه فاش نكون دايره هكا الداري، وغادي نشارك معكم يعني كيفاش كيجي من الداخل والطريقه ديالو كي كيجي مفشفش من الداخل ومرق يعني ورقه على اختها. هذا هو الملوي ديالي البنات كيجي رائع. حقيقه بغيت نوري لكم كي داير من الداخل ولكن ما نقدرش حيت كوموند. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال نهار اليوم وتجربوه، جربوا هاد الملوي، هذا راه كيجي رائع وما كاينش بحال الملوي ديال الشلوح، راه لا يعلى عليه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار وديروا لايك الى عجبكم الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.